ايه لو واحد وهو بيتكلم او واحدة بتتكلم، بشوف ناس ممكن تتكلم وايديها جنبها ما بتستعملش ايديها اثناء الكلام، وفي ناس وهي بتتكلم ايديها دي بتبقى مهمة جدا، زي ما انا بعمل كده مثلا في شرح موضوع او انا بحاول اقنع حضرتك بموضوع، فانا بعمل كده يعني بحرك ايديا. هل ده ليه علاقة بالشخصية؟ يعني هل انا لو اتكلمت وانا ساكت ايديا كده، او لو اتكلمت ده هل حضرتك تقتنعي بالموضوع اكتر، او انا بحاول ان انا اوصل لك صورة بشكل اوسع؟ يعني ايه العلامة هقول دي؟ لحضرتك لو يعني هعدي حضرتك مثلا، لو انا قاعده بتكلم وقاعده عامله كده طول الوقت، بيبقى فيه الايموشنز او المشاعر اللي جوايا بتظهر؟ لا، طيب ولما بحس انك بتكلم ساكنة كده. وببقى قاعده عامله كده والموضوع بالمنظر ده، و في نيرف يعني. في نيرف، فالنيرف ده اللي هو ايه؟ الحركة أو إيماءات الإيد والتحركات بحركة الإيد دي لا بتوصل إلى جانب دي السنتمنت، المشاعر أكتر. وبعدين حاجة تانية، زمان كان يقول لك اتكلم وأنت إيدك جنبك، ما تشوحش وأنت بتتكلم، صح؟ كان زمان ليه يقول بقى؟ لنا كده. لأن لو الحركات دي لو ما كانش فيها درجة تحكم عالية، يعني انا متحكم، يعني لو انا بتكلم وقاعد اعمل كده واعمل كده واعمل كده، ما هو انا بلخبط الكدر، يعني الكدر او عينك انت هتتعب مني، مش هتعرف تقعد معايا اكتر من ربع ساعه. بعد كده ايه؟ خلاص خيالتك، خيالتي. صحيح صح؟ صحيح. طيب لكن لما انا استعمل ايدي بما هو يساعد توصيل الرساله اللي انا عايزه اوصلها، صح، عايزه اعمل كده، عايزه اوصل لحضرتك، لا عايزه اقول لك ان الموضوع ده بالنسبه لي مهم، بتوصل. صحيح. الكلام ده غير ان خصوصا في التحدث مع العامة زي اللي احنا بنعمله مثلا كده، ان احنا بنتكلم الببليك العام، او الشخصيات السياسية، او زي النهاردة لما كنا بنتكلم على الانتخابات المرشحين الرئاسة الامريكية، لا زي ما كنا بنتكلم النهاردة بنتكلم عليهم ايه؟ حركة ايديهم، هو يقصد ايه؟ هو عملها كده ليه؟ هو غير كده ليه؟ هو لما كان بيتكلم عامل القلم كده ده يقصد بيها ايه؟ وليه حس ان هو لازم يعمل بالقلم مش بايده؟ فالحركه دي كلها ليها علامات معينه او ليها اشارات علامات معينه. يعني هقول لحضرتك حاجه بسيطه كمان الناس تتفرج عليها، يعني لو انا بتكلم مع حضرتك وقاعد اعمل كده بالمنظر ده، ولا لما بتكلم معاك عامله كده وبحرك ايدي وايديا مرتاحه والمسلس بتاع جسمي كلها ريلاكس، هيوصل لك ايه؟ انها طبيعيه اكتر، ان انا مبسوطه بالقعده، ان ثقتي في اللي انا بقوله بكلمه اعلى، مش عصبيه ومش بتخانق، لان الحركه بتاعتي سلسه فيها فلويدتي كده. حركه الايد بتبقى مهمه جدا لتوصيل الرساله، تقوي الرسالة اللي أنا عايزة أوصلها، وفي نفس الوقت بتخلي البني آدم اللي قدامك حاسس بالمشاعر بتاعته. قدام في الآخر يعني عشان إحقاقا للحق، إحنا بن بن بنقول إن إحنا ناس البني آدم كائن عقلاني، والحقيقة الأمر إحنا كائنات عاطفية، وتأثر فينا المشاعر أكتر من المنطق والعقل. صحيح. بس طيب لو مثال مثلا، لو واحد عنده الأنا عالية أو شايف نفسه وهو بيتكلم، أو مع زوجته أو مع عيلته، يعني إزاي أتعامل معاه؟ أو هل في يعني، أو شايف حد بيتكلم بطريقة، يعني حضرتك بتشوفي مثلا ناس بتتكلم بطريقة، أو زوج خلينا نفترض كده بيتكلم مع زوجته بطريقة الأنا العالية دي، هي تتعامل معاه إزاي؟ أو تتصرف ازاي؟ او هل هي تتكلم بهدوء، ولا هي كمان تعلى معاه في اللغة بتاعته بتاعت جسده وبتاعت التون؟